Tech News. Tech News. Call of Duty Black Ops 3 la bande annonce جاهزة وتحضر الجو جديد نحكيو عليه في تيك نيوز اليوم وعلى الممثلين اللي قاموا بتصوير التريلر لايف للعبة. اكتيفيزيون قالت ان المنتج وين ماكليمي اخرج التريلر لايف اللي الهدف منه هو البروموسيون بتاع كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3 فيديو مشارك فيها مايكل بي جوردن مارشون لينش وكارا ديليفيني. اللعبة اللي يعتبرها برشا لو جو ملتي بلاتفورم لو بلوز اتوندو دو لا سيزون واللي بدا يخرج بكميات صغيرة منذ 6 نوفمبر على البيس 4 بيس 3 اكس بوكس 1 اكس بوكس 360 والبي سي. اكتيفيزيون اللي مازالت كيف استحوذت على شركة كينج اللي عاملة جو كاندي كراش مش اول مرة تتعامل مع المنتج وين ماكليمي. المرة هذه ما صارش استعمل دي زيفي فيجوال سبيسيو مش يتم في نوع من الرياليزم على الفيديو دي كاسكاد حلوين سوسبانس ودي سين دينورميتي هكا اختاروا الترويج للجو داكسيون اللي لعب الدور الرئيسي فيه توماس بول كي اللي ابدع في الفيديو بروموسيونيل واللي كونفيرما ليبوتيز اللي تقوم عليها كول اوف ديوتي واللي هي وجود جندي في كل واحد فينا. ممكن هذاك علاش بلاك اوبس 3 من متوقع ان ترى نجاح باهر في الايام القادمة على مستوى التسويق. هذا اللي مش أكدوا منه مستقبلا. من هوني الوقت تكنوز لليوم وفيت خالد يقول لكم تحياتي.